لنا طبعا اصدقائي جاتكم فيديو جديد. اصدقائي في هذا الفيديو اليوم جبت لكم 10 كودات الفريقين بهن بلوساتي اصدقائي جدا حلوين. لكن قبل ما نبلش بهذا الفيديو حطوا لايك شكرا بالقناة ويلا نبلش يا اصدقائي ليتس جو. وانتوا هواي سالتوني عن هاي البلوزة اليوم راح اعطيكم كود عنها عم تحصلوها. فقبل ما نبلش بهذا الفيديو حطوا لايك شكرا بالقناة ويلا نبلش يا اصدقائي بالكودات عم تحصلوا هاي البلوزات. فيلا خلينا نروح يا اصدقائي نكتب الكودات. يلا اول كود، لكن اول شيء حروف كبيرة. هذا الكود الاول يا اصدقائي الفريق الازرق وهو تبع كيرا. خلونا يلا هسه نشوف بعد هذا الكود انقلوه يا اصدقائي بحروف كبيرة. وهذا هو البلوزة تبع كيرا، يلا خلونا نشوفها. اوكي هذه هي بلوزة كيرا، سو كيوت واو حبيت. هذه تبع الفريق الازرق، اول شيء راح نبلش بالفريق الازرق. هسه الكود الثاني اصدقائي لفريق النار، خلونا ناخذ بلوزة عن فريق النار، ليتس جو. وهاي البلوزة تبع فريق النار تبع كيكي وناتي، لكن هذه المرة يا اصدقائي شوفوا هنا عبالكم خاف صفر، هذه يا اصدقائي او يعني ماكو صفر بهاي الاشياء راح الكودات راح نروكم. يعني المهم يلا نضغط اكتبت نشوف البلوزة تبع فريق النار كيكي ناتي. واو هذه البلوزة تبع كيكي وناتي صراحة كلش احب هاي البلوزة عشان انها يعني شلون شخصيات كيوت طالعة فيها مثل هاي، شوفوا واو صراحة البلوزة كلش عجبتني. يلا هسه نروح نوبل فريق النار، اقصد الفريق الازرق، وراح نكتب الكود الثالث. يلا اوكي هسه رحنا للكود الثالث تبع فريق الازرق، واذا هاي الحروف الدائرية يعني او، فيلا خلونا نكتب اكتبت ويلا يا اصدقائي نشوف البلوزة. اوكي هذا هو، واو البلوزة سو كيوت، كلش حلوة يا اصدقائي البلوزة تبعها. طيب اوكي خلونا نشوفها اكثر، واو 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 كلش حلوة. خلونا نعمل ايضا نهار على مدة تبين هاي البلوزات اللي هسه احنا كتبنا كودات عنها. فا اوكي شوفوا شو كيوت البلوزة تجنن على صورة القناة، واو حبيت كلش يا اصدقائي هذه البلوزة. يلا نروح هسه على البلوزة تبع فريق النار واللي هي الرابعة، ليتس جو. اوكي يا اصدقائي هسه اجينا الكود تبع فريق النار، لكن ما عليكم بهذا اللون الاحمر او المكتوب اللي جوا، اصلا انا خربطت شوية بالكتابة فيعني طلع لي هيجي. المهم يلا هسه خلونا نكتبه لان هذا الكود ناجح. طبعا طبعا الكود تبع بيكيكز يجيني اوكي وبربارو طبعا، فيلا نضغط اكتبت ونحصل على البلوزة. صراحة بلوزتهم ايضا كيوت، خلونا شوفوها يا اصدقائي. هذه ياي كلش كيوت، خلونا نستخدمها يا اصدقائي ونشوفها تبع جيني. اوكي هذه تبع فريق النار مثل ما قلنا. او ماي جاد اتجنن، شوفوا جيني واو. المهم فهذه هي البلوزه مثل ما تشوفون، ايش رايكم بها يا اصدقائي هاي تبع فريق النار؟ يلا هسه نروح نوب فريق الازرق. اوكي ليتس جو. هاي البلوزه اللي سالتوني عنها تبع نالا يا اصدقائي اللي ما يعرف، فيلا خلونا نكتبها تبع فريق الازرق نفس اللي انا يعني لبستها. فهذه هي اللي سالتوني عنها هواي، خلونا نشوفها. اوكي نالا يلا خلينا نجرب البلوزه تبعها. اوكي هذه هي البلوزه، واو هاي الصراحه بلوزه كلش عجبتني لان تبع البنات ايضا يعني الوانها رائعه جدا، حتى الشخصيه كلش كيوت. فاقصد اوكي فهاي البلوزه كلش نايس يا اصدقائي بصراحه. ويلا نروح على بلوزات فريق النار، ليتس جو. اوكي طبعا لا تنسوا الحروف كلها كبيره، ويلا نكتب الكود. وهسه يا اصدقائي كتبنا الكود تبع فريق النار اللي هو رانيتا يا اصدقائي او سيمبا. يلا يا اصدقائي نحصل على البلوزه، صح ايضا البلوزه كيوت، هذه حصلنا عليها. اوكي فيلا يا اصدقائي خلونا نستخدم بدله اقصد البلوزه تبع سيمبا او رانيتا. واو ايضا هذه سو كيوت، هذه تبع فريق النار تجنن، واو واو يا اصدقائي شوفوا ايش قد حلوه هاي البلوزه. اوكي طبعا انا بهذا الفيديو ايضا راح اقول لكم اكثر بلوزه عجبتني، اكثر بلوزه عجبتني من فريق الازرق وفريق النار. اوكي يا اصدقائي فيلا حط لايك على ما تعرفون انا يا هي اكثر بدله حبيتها من فريق الازرق والنار. يلا وهسه الكود اللي بعده يا اصدقائي تبع فريق الازرق، يلا خلونا نكتب الكود ونحصل على البلوزه، ليتس جو. اوكي فهنا راح نكتب الكود ومو تنسون حروف كبيره. وهسه راح نكتب الكود تبع فريق الازرق فيلا نحصل على البلوزه. اوكي يلا فعلى مود نشوف البلوزه ايضا يا اصدقائي، هذه هي البلوزه، واو حتى شكل البنت الحقيقيه. اوكي خلونا نشوف يلا.
حبيت الصورة كيوت. وينها يا أصدقائي البلوزة هذه؟ اسمها يا أصدقائي أوزكاست تي في، يمكن قرأت الاسم غلط لأن ممكن مش متأكدة. فالمهم هذه هي البلوزة تبعها، واو أيضا حلوة، شوف شلون كيوت. صراحة كل البلوزات عجبتني كلهن، لكن بآخر فيديو يا أصدقائي راح أقول لكم أكثر بلوزة عجبتني. مستعدين؟ فيلا هسه خلينا نروح بعد الكود فريق النار البلوزة، يلا ليتس جو يا أصدقاء ليتس جو. اوكي اصدقائي هذا هو الكود اللي بعده، فخلونا نكتبه تبع فريق النار ونحصل على البلوزة. اوكي ليتس جو. فا واو او ماي جاد، استوني صراحة اشوف هذه البلوزة كلش حلوة. لحظة شوفها يا اصدقائي تبع فريق النار، صراحة كلش نايس. وينها ورز هذا؟ اوكي اوكي فا نايس. واو يا اصدقائي هاي البلوزة ايضا كلش حلوة. واو يا اصدقائي اتجنن، واو حلو يا اصدقائي هذه البلوزة تبع فريق النار. اوكي لا تنسوا يا اصدقائي تكتبوا لي بالتعليقات اكثر بلوزة حبيتوها من فريق الازرق وفريق النار. يلا يا اصدقائي خلونا هسه نكتب بلوزة اخرى. الكود يا اصدقائي اللي بعده تبع فريق الازرق، يلا خلونا نكتب الكود وليتس جو. اوكي طبعا لا تنسوا ايضا الحروف كبيرة، ليتس جو. هذا هو الكود يا اصدقائي تبع اسراء جيمر، خلونا نحصل البلوزة تبعها. فا اوكي هاي بلوزة اسراء، واو نفس صورة قناتها ايضا، خلونا نجربها. اوكي وينها وينها، متحمسة اني اجرب. هذه تبع اسراء جيمر، شوفوا يا اصدقائي واو. شو رايكم بالبلوزة يا اصدقائي؟ كلش حلوة يا اصدقائي حبيتها. يلا يا اصدقائي بعد نكتب اخر كود ويانا تبع فريق النار، يلا يا اصدقائي. فيلا نكتب الكود، اول شيء حروف كبيرة. اوكي هذا الكود اللي بعده تبع جوفانا يا اصدقائي فريق النار، ويلا هسه نكتب الكود ونحصل على البلوزة هذه. واو شخصيتها في اللعبة حلوة. اوكي يلا اصدقائي خلونا نجرب البلوزة تبع جوفانا. اوكي هذه بلوزة جوفانا، شوفوا شلون حلوة يا اصدقائي، شو رايكم بيها؟ انا قايمة 10/10، كل البلوزات حلوة صراحة. فا واو صورتها تجنن، شخصية كيوت ايضا. واو اوكي يا اصدقائي، فهسه اكتبوا لي بالتعليقات، انتوا اول شيء اكتبوا لي بالتعليقات اكثر بلوزه حبيتوها. اوكي فا اوكي يلا يا اصدقائي اقول لكم اكثر بلوزات حبيتها من فريق الازرق وفريق النار، ليتس جو. طبعا يا اصدقائي بالنسبه لي يعني فراح اختار انا اللي تعجبني من البلوزات. اول شيء فريق الازرق تبع نالا طبعا، واو شوفوا يا اصدقائي هذه هي تبع نالا. انا اكثر شيء حبيتها يعني من فريق الازرق، ما اعرف ليش بس حسيت ان الشخصية كلش كيوت والالوان مناسبة جدا، فحتى الشخصية شوفوا حركتها ايضا يعني كيوت، فحبيت هاي البلوزة تبع فريق الازرق يا اصدقائي. وهسه يجي وقت فريق النار، ليتس جو. وهنا يا اصدقائي فريق الاحمر اختارت تبع رانيتا او سيمبا، فكلش كلش كلش حبيت. واو شوف البنان اللي هناك كيوت، فحبيت الشخصية تبعه وحبيت انه يكون هو يعني البلوزة المفضلة عندي في فريق النار. فشو رأيكم يا اصدقائي بالبلوزات اللي يعني اختاريتها، هل عجبتكم او لا؟ واكتبوا بالتعليقات، مو تنسون انه اكثر بلوزة حبيتهم من الفريقين.